اليوم راح نبدأ سلسلة الأخبار الأسبوعية اللي في كل أسبوع أحاول أنزل فيديو واحد يشرح أو يلخص الأخبار المهمة اللي صارت في هذا الأسبوع. وإذا كان التجاوب معاكم مع هذه السلسلة جدا جيد راح نكمل مع بعض. فبسم الله نبدأ السلسلة. فنبدأ بأخبار الهاردوير، وأول خبر معانا اللي هو خبر نزول كروت الشاشة أو الإعلان عن كروت الشاشة الجديدة حقت AMD اللي هي زي ما انتم شايفين 7900 XTX و 7900 XT. راح أغلط في الأسامي فأعذروني. في الأشياء اللي يعني تتغلب عليها AMD الآن في هذه الكروت الشاشة بوجود يعني مثلا الـ DisplayPort 2.0 وكمان سعر الكرت اللي هو هذا الكرت الأقوى كرت دحين عند AMD اللي هو الـ XTX، هذا حيكون بألف دولار أو 999، والثاني هذا اللي هو الـ XT هذا حيكون بثمانمية، لا حيكون بتسعمية بس 899. فزي ما انت شايفين الكرتين هذه تيجي لأول مرة في عالم كروت الشاشة وفي تاريخ كروت الشاشة بنواة يعني على قولهم على شكل رقاقات. فزي ما انت شايفين معايا هنا الكرت حيكون او نواة الكرت حتكون على شكل انوية، نواة حتكون نواة مثلا معينة للجرافيكس، نواة ثانية للرام وذي الاشياء، وحتكون كلها في نفس يعني نفس الباكج او نفس يعني المربع حق الرقاقة، ما ادري ايش دحين الكلمات ما بتجيني. فزي ما انتم شايفين هذا راح يساعد في تقليل التكلفة لشركة AMD، واللي المفروض يعني يكون الكرت يعني ارخص باكثر من ما هو الان، ولكن يعني بالنسبة لكروت نيفيديا حيكون ارخص بشكل كبير، لانه الكرت الشاشة اللي هو الـ XTX يعني المفروض انه ينافس الـ 4090 او 4090. الكرت هذاك سعره 1600 دولار، فسعر مرة خرافي. ومن الأشياء اللي أعلنوا عنها الثانية اللي هو FSR، حينزلوا نسخة جديدة من FSR، وأشياء ركزوا عليها اللي هي أداء كروت الشاشة الجديدة مع الكروت الماضية، وكيف يعني هم في توفير الطاقة وفي الـ efficiency في الكرت أفضل من الجيل السابق. فزي ما شايفين أنا غطيت يعني أهم الأشياء اللي صارت في مؤتمر الكروت الشاشة اللي صار. فزي ما شايفين استهلاك طاقة استهلاك طاقة أقل وأسعار أرخص، وأول كرت شاشة بمعمارية الشرائح أو الشيبلتز. فنكمل مع AMD ونروح زي ما انتم شايفين في نواة لينكس أغلب الأحيان يجهزوا يعني التعريفات للكرت الجديد أو المعالج الجديد قبل لا ينزل الكرت، عشان على طول لما ينزل يكون موجود في نواة لينكس. فزي ما انتم شايفين هذه تجهيزات لنزول لتحديث التعريفات عشان تشتغل على الكرت الشاشة الجديدة. وكمان هنا كمان هذا تحديث جديد لحزمة ميسا. وعلى فكرة حتى لو هذه الأشياء مين موجودة الكرت المفروض أنه يشتغل، ولكن يعني الأشياء الجديدة اللي يعني دعموها ممكن في الكرت الجديد أو المعمارية البسيطة اللي تم تغييرها أو في هذا الجيل يعني معمارية كبيرة لأنهم استخدموا معمارية الشرائح، فالمفروض هذا يعني يديك أداء أفضل لما تستخدم يعني أحدث نسخة من التعريفات، بل هو الشيء لازم مفروض يعني انت اكيد تعرفه. وكمان من الاشياء الجديدة اللي اعلنوا عنها AMD اللي هو معالجات ايبك. هذه المعالجات هي اقوى المعالجات على وجه الارض دحين، يعني غير المعالجات اللي ممكن حتكون للكوانتم او الحواسيب الكمية اللي حنجي لها في نهاية الحلقة دي. فزي ما انتم شايفين معالجات ايبك هي اقوى معالجات للسيرفرات الان، وهو المعالج يعني المعالجات هذه ايبك تستخدم في اقوى اقوى كمبيوتر خارق او سوبر كمبيوتر في العالم. المعالجات هذه تعطيك سرعة خرافية وتعطيك استهلاك طاقة جدا قليل او جدا يعني اقل من مقارنة بانتل في معالجاتها. فزي ما شايفين اعلنوا عن جيل جديد بمعمارية الزين 4 اللي هي مستخدمة في معالجات 7000 اللي تم الإعلان عنها الشهر الماضي. وزي ما انتم شايفين الأنوية تصل يعني في واحد في أقوى معالج في هذا الجيل، الأنوية فيلو يعني خرافية، يعني 96 نواة و92 و192 ثريد، شيء خرافي. والشيء المهم كمان يعني استهلاك الطاقة 4000 واط 400 واط معليش 400 واط 4000، هذا شيء كبير.
والسرعة كمان يعني 4.3 في السيرفرات. هذا شيء خرافي، كسروا كأنهم الأرض والدنيا على قولهم. فهذا الشيء في المعالجات حقت إيبك. وكمان يعني من الناس اللي غطوا يعني مؤتمر إيبك اللي هو فرونكس، فزي ما شايفين يعني كتب مقال جدا يعني مرة مقال ممتاز يعني إذا تبي تعرف المزيد عن المعالجات هذه. وكمان سوى يعني اختبارات أداء أو بنش ماركس لهذه المعالجات، واللي هو شيء يعني شيء مرة قوي يعني، لازم تشوفه إذا أنت مهتم يعني، بس يعني اطلاع يعني. فزي ما شايفين كمان يعني المعالج بنفسه شوف قد كذا يعني، هذه المعالجات يعني إن شاء الله يعني تجيني يعني فرصة إنه يعني استخدمها وألعب فيها شويتين، ولكن هذه يعني هتكون شيء في المستقبل يعني نضبطه. ومن الأشياء يعني اللي يعني تقريبا هي في الوسط ما بين المعالجات حقت أسطح المكتب ومعالجات إيبك اللي هو ثريد ريبر، تقريبا يعني حيكون هذا يعني المعالج حبة يعني، يمكن السنة الجاية ممكن تلاقيهم يعني ينزلوا نسخة أقل يسموها يعني ثريد ريبر. فنروح من شركة AMD لشركة نيفيديا، وزي ما شايفين تعريف نوفو اللي هو التعريف المفتوح المصدر لكروت الشاشة حقت نيفيديا، بيحصل له يعني إعادة هيكلة وإعادة يعني تظبيط عشان يعني يقوموا بدعم الأشياء اللي انفتح مصدرها من شركة نيفيديا. معليش، شركة نيفيديا قبل يمكن 8 شهور أو أكثر يمكن انفتحت مصدر الكروت الشاشة حقتها، فيعني الآن يعني تقدر، فيعني الآن الناس يقدروا يستخدموا أو يبنوا تعريف مفتوح المصدر بالكامل لكروت الشاشة حقت نيفيديا، واللي هو شيء يعني كان يعني في الأحلام أيام زمان أو قبل سنة سنتين. فدحين شيء حلو إنه نشوف إنه يعني شركة نيفيديا تفتح المصدر حقها، وكمان يعني شيء حلو إنه نشوف المجتمع حق all open source بيبدأ يدعم يعني تعريفات نيفيديا. ونكمل كمان من الأشياء المهمة اللي صارت كمان يعني فولكن اللي هو البرنامج اللي استخدم في يعني الألعاب، زي مثلا يعني إذا أنت تعرف الألعاب تعرف إنه في شيء اسمه DirectX 12 الآن موجود. فمقابله المفتوح المصدر اللي هو فولكن بدعم شركة بدعم كروت الشاشة حقت نيفيديا بشكل أفضل. فهذه هي الأشياء اللي يعني أضافاتها الجديدة أو الإكستنشنز. وكمان نكمل، فزي ما شايفين شركة نيفيديا بتجهز لنزول يعني تعريف جديد من تعريفات المغلقة المصدر حقتها، وهو لحد الآن في البيتا. ففي التحديث هذا راح يقدروا يعني ممكن يحدثوا الأشياء البسيطة اللي يعني ممكن في البروتون وواين على all over the air زي ما شايفين، أو يعني ما يحتاج يعني تنزل تحديث جديد أو تعريف جديد حتى يعني تحصل على أهم الميزات الجديدة. فيعني ممكن هم يقدروا يرسلوا الإضافات الجديدة من دون ما أنت يعني تحتاج تحدث التعريف. فشي حلو أنهم يعني مستمرين في دعم التعريف المغلق المصدر حتى يعني ممكن لما يزبط التعريف المفتوح المصدر. ومن الأشياء اللي يعني مهمة كمان يعني تم فتح في مصدرها من شركة نيفيديا اللي هو تقنية فيزيكس. واللي ما يعرف تقنية فيزيكس هي التقنية اللي يعني مثلا ممكن تشوفها انت في الألعاب، زي أذكر أنا يعني في لعبة The Witcher الشعر حق يعني مثلا الشخصية يكون يعني تقريبا يعني شبه حقيقي معليش. وحتى كمان في لعبة توم رايدر تقدر يعني تفعل هذه الخاصية بس على كروت شركة نيفيديا، يخلي نفس الشيء يعني الشعر بشكل أفضل. أو يعني مثلا ممكن في لعبة باتمان اللي أركام نايت هذيك يعني ممكن يعني لما تفك شراع باتمان يعني قطرات موية تطير، فيعني أشياء بسيطة زي كذا، بس يعني شكل يعني تعطيك شكل وطابع يعني جدا جميل في اللعبة. فشي حلو نشوفهم فتحوا مصدره يعني، الآن ممكن تلاقي ممكن شركة AMD أو يعني ممكن انتل الآن تستخدم هذه الميزة ممكن، أو تقدر تستطيع أنها تستخدم هذه الميزة في كروت الشاشة حقتها، شيء جدا جميل. وإذا أنت مهتم بحالة شركة نيفيديا مع لينكس ترى سويت فيديو عن هذا الشيء، ححط لكم رابطه في الأسفل، وكمان ممكن حيطلع لك شريط هنا. انتهينا الآن من شركة نيفيديا و AMD، والآن نروح لتحديثات يعني عامة، منها تحديث يعني ميسا اللي هو يعني حزمة تحتوي على يعني تعريف لكروت الشاشة أو مسرعات الـ AI. فزي ما شايفين يعني لستة التحديثات جدا قوية يعني تحتوي على أشياء كثير، منها يعني الـ Initial Support أو الدعم الأولي لكروت الشاشة الجاية حقت AMD، ومنها كمان يعني دعم لأفضل شركات كروت الشاشة حق شركة انتل،
وكمان يعني حبة حبة يعني شغالين زي ما شايفين. يمكن هنا هذا تحديث أو إضافة لشركة نفيديا عشان يسهلوا أو يضبطوا يعني حبة حبة التعريف المفتوح المصدر. والآن نروح لبيئة سطح المكتب اللي هي LXQT، وهذه البيئة هي أخف بيئة تقدر تشغلها على جهازك. والآن من الشيء جدا جدا يعني حلو اللي الآن حيدعموه اللي هو ويلند، وهو البديل لسيرفر الشاشة يعني مثلا القوي هذا وواجهة المستخدم هذه. خلوني أوريكم هي هذه الواجهة المستخدم، حتى كان جنوم مثلا أو KDE، هذا أنا مستخدم هنا ويندو مانجر. هذه البيئة أو واجهة المستخدم الآن أنا مستخدمها على سيرفر X.org واللي هو شيء جدا قديم وفي له مشاكل أمان وغيرها غير أشياء كثير. فويلند اللي هو بديل له الجديد حيكون يعني يحتوي على أشياء جدا جديدة، منها يعني زيادة في الأمان وكمان يعني سرعة مقارنة بسرعة أفضل مقارنة بX.org. فشيء حلو إنه نشوف بيئة سطح مكتب LXQT بتدعم ويلند، لأنه هذا يعني حيخلي يعني اللابتوب الضعيف حقك حتى لو يعني كان قديم يقدر يشغل أحدث البرامج بأحدث التكنولوجيا والتقنية. فهذا الشيء مرة حلو، لأنه زي ما نعرف ماك وويندوز لما يقدم اللابتوب ترميه. فشيء حلو إنه نشوف في لينكس لسه في هذه العقلية إنه لسه اللابتوب شغال تمام، يعني مفروض تستخدمه أو يعني ما ترميه وكذا للطائر، يعني أعطيه لولدك وأخوك الصغير. فشي حلو نشوف هذا الشيء موجود يعني لحد الآن. ومن الأشياء المهمة اللي يعني أحب يعني نفسي تنضاف للينكس اللي هي DirectX 1.1 اللي هي موجودة على ويندوز، وهي يعني من تطوير مايكروسوفت. وهذه الميزة تسمح لكرت الشاشة بالوصول للقرص الصلب أو التكستشيرز اللي موجودة على القرص الصلب حقك حقة اللعبة أو أي شيء مباشرة من دون ما إنه يروح للمعالج، وهذا شيء يزيد من مدة زمن يعني اللودينج حق التكستشيرز أو البيانات هذيك للعبة. على فكرة هذه الميزة موجودة من على البلايستيشن 5، ولهذا السبب يعني لما تشوفوا مقارنات تحميل اللعبة أو اللودينج تشوفوا يعني البلايستيشن 5 يتغلب على الاكس بوكس والبي سي، لانه البلايستيشن 5 يعني يستخدم SSD سريع وكمان هذه الميزة، ولكن الاكس بوكس يستخدم هذه الميزة ولكن SSD حقه مو مرة سريع زي البلايستيشن 5. فشي حلو نشوف هذا الشيء ندعم الان على البي سي، واللي شيء ان شاء الله يعني يكون لها بديل على لينكس، لانه هذه ميزة جدا مهمة. وفي اخبار اخرى، شركة IBM زي ما انتم شايفين معانا هنا استطاعت في يعني بناء يعني معالج او حاسوب كمي او كوانتم كمبيوتر يحتوي على 433 كيوبيت او بيت كمي. فاذا انت ما تعرف هذه الاشياء بشرحها بشكل بسيط. الحواسيب الكمية هي حواسيب يعني جديدة، يعني بمعمارية جديدة. الحواسيب هذه تحتوي على كيوبيت او الكوانتم بيت. البت هذا الموجود حق الكوانتم غير عن المعالجات او الحواسيب الكلاسيكية اللي احنا نستخدمها. ففي الحواسيب الكلاسيكية يعني البت يكون يا صفر يا واحد، اما في الكوانتم كمبيوتر يكون صفر او واحد او الاثنين مع بعض. وهذا الظاهرة تسرع يعني تنفيذ مهام جدا كثير على الكوانتم كمبيوتر. فزي ما شايفين يعني وصلوا ل 433 كيوبيت. وعلى فكرة إذا تبي شرح أكثر للحواسيب الكمية، أنا سويت يعني مقال على منصة أسوس الحواسيب الكمية وما هي، راح أحط لكم الرابط حقه في الديسكريبشن أسفل. فزي ما شايفين معايا الشركة وصلت ل 433 كيوبيت، وراح يعني هي بتطمح انه يعني في العام الجاي حيكون يعني عندها معالج او حاسوب كمي ب 1121 كوانتم بيت، واللي هو يعني شيء جدا يعني جدا جبار يعني جدا طموح. فنتمنى انه يعني التطور في هذه الحواسيب الكمية يستمر. وبالنسبة اذا يعني انت ممكن تسأل هل هذا شيء مهم او شيء كبير، يعني هل هذا يعني ال 433 شيء كبير؟ بالنسبة للكوانتم كمبيوتر يعني الخبراء يقولوا يعني عشان الكوانتم كمبيوتر يعني يكون جدا قوي ويعني يعني يدمر الحواسيب الكلاسيكية يحتاج على الأقل 1,000,000 كيوبيت. فزي ما شايفين هم لسه في بداية المشوار، ولكن شيء حلو انه نشوف هذا التطور اللي يعني جدا مهم.
في هذه الفئة من الحواسيب. والآن نروح لأكبر حدث في هذا الأسبوع اللي هو تويتر وماستدون وإيلون ماسك. فزي ما شايفين أعلن إيلون ماسك إنه يعني المستخدمين اليوميين على تويتر زادوا بشكل جدا كبير ووصلوا يعني لعدد هو العدد الأعلى في تاريخ المنصة. فزي ما شايفين هنا هو كاتب يعني we hit an all time high of active users. فيعني ما كنت متوقع إنه هذا الشيء يعني حيكون يعني حقيقة يعني. لأنه يعني الناس كثير قالوا إنهم يعني حيخرجوا من تويتر وروحوا لماستدون. وإذا أنت ما تعرف ماستدون هو برنامج تقريبا بديل لتويتر وأنا كتبت عنه مقال في مدونتي تقدر حاحط لك مرابطه أسفل. وماستدون باختصار هو برنامج مفتوح المصدر بديل لتويتر وكمان يعني فيه له ميزة جدا مهمة اللي هو يعني إنه لا مركزي. لا مركزي يعني انه البرنامج هذا ما في يعني جهة واحدة تتحكم فيه له. كل واحد يقدر ممكن يبني خادم او سيرفر يحط عليه ماستدون ويقدر يتواصل مع الناس الثانيين. فيعني انا ممكن اقدر اسوي يعني مثلا خادم او سيرفر حق ماستدون واخلي اليوزرز حقوني على هذا السيرفر او هذا الخادم واقدر اتواصل مع واحد ثاني على خادم ثاني ممكن يعني خادم ممكن موجود في أمريكا أو موجود في يعني مصر السعودية في أي محل أقدر أتواصل معه إذا هو يعني مثلا ممكن ما سوى لي بلوك ولا شيء زي كذا. فهو يعني شيء جدا جميل إنه يعني ما في جهة واحدة تتحكم فيه له. وكمان الشيء الثاني المهم إنه مفتوح المصدر. فدوني رأيكم في برنامج ماستدون وقولوا لي هل راح تستخدموه وهل ممكن تتوقعوا إنه ممكن يتغلب على تويتر. أدوني رأيكم في الديسكريبشن تحت. والآن نروح لفيدورا وزي ما شايفين فيدورا بجهزوا لنزول نسخة جديدة اللي هي 37. أنا دائما أغلط في الأرقام معليش عاد. ونسخة 37 راح تحتوي على أجدد نواة لينكس واللي هي 6.1 معليش 6.0 وكمان أحدث نسخة لجنوم. فإذا تبغى تعرف أكثر عن توزيعة فيدورا سويت عنها فيديو راح أحط لكم رابطه هنا وفي الديسكريبشن. فخلونا نكمل. ومن الأشياء الغريبة اللي بحان أنا أحب يعني أقرأ عنها وأغرد عنها اللي هي يعني الكوانتم كمبيوتر زي ما شفته. ودراسة جديدة تدل إنه ممكن يعني أدمغتنا تستخدم ظواهر الكوانتم. يعني مثلا زي ما ضربت مثال على إنه الكوانتم البيت فيه له 0 و1 أو الاثنين مع بعض يعني نفس الشيء ممكن أدمغتنا تسوي نفس الشيء ذا. وهذا الشيء إذا طلع صحيح هيكون خبر جدا كبير في ساحة العلم. ولحد الآن الدراسة هذه يعني جهة واحدة قامت بالبيانات والاختبارات والآن مستنين انهم يشوفوا والآن هم مستنين انه جهات اخرى تقوم بنفس الاختبارات واذا توصلوا نفس البيانات هذا الشيء يعني حيكون صحيح. وهذا زي ما قلت واعيد مرة ثانية حيكون شيء جدا كبير. ففي النهاية احب اترككم يعني باشياء جدا مهمة يعني شفتها في هذا الاسبوع منها يعني هذا التيد توك عن الذكاء الصناعي وممكن كيف راح يغير حياتنا. واذا انت تبغى روابطك ممكن يعني زي روابطي هذه. انا على فكرة ما سويت هذا الشيء عن طريق لينك تري استخدمت شيء اسمه ليتل لينك زي ما شايفين هنا. ليتل لينك هو برنامج مفتوح المصدر او يعني فريم ورك هو تقريبا زي فريم ورك تقريبا او احس ممكن انا غلط دحين. فهو هذا البرنامج ليتل لينك يقدر تسوي يعني لينكات اللي تقريبا شايفين لكل تطبيق في الوجود يعني. فزي ما شايفين لينكات مرة كثيرة. فأنا استخدمت الأشياء اللي يعني دائما أستخدمها. وعلى فكرة إذا أنت تبغى تسوي ذا الشيء أنا سويت مقال على مدونتي تقدر تشوف يعني الخطوات بالتفصيل. وممكن تقريبا يعني 20 دقيقة أنت يعني تكون عندك روابط مثلي. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والشير وقولوا لي إيش رأيكم في سلسلة الأخبار هذه. وإذا تبغى الأخبار أول بأول تقدر تتابعني على تويتر أنا أنزل الأخبار يعني على طول أول ما تنزل. فتابعني هناك إذا أنت تبغى يعني الأخبار تجيك على طول. واحد الأسباب أني ما نزلت فيديوهات في هذه الفترة الماضية أنه بسبب الجامعة وأنا في آخر ترم وفي آخر ترم في مشروع التخرج. ففي مشروع التخرج يعني لازم تشتغل يعني ليل نهار حتى يعني تضبطه. فيعني أنا جدا مضغوط ولكن يعني جاتني فترة يعني راحة أو فترة يعني بريك شويتين فقلت أسوي هذه السلسلة ممكن. وهي باختصار يعني الأشياء اللي أكتبها في تويتر أسويها في شكل فيديو هنا على اليوتيوب.
وراح انزلها يعني تقريبا ان شاء الله ححاول انه كل اسبوع انزلها تقريبا سبت او احد. فكان معاكم اخوكم محمد البلوشي والسلام عليكم.